معلش انا قلت كلام كده واسئله وحاجات كتيره، بس احنا كلنا في الفساد يعني منزعجين جدا من 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 حجمه، واي جهد واي شغل بيحصل في البلد يعني مش عايزين الفساد يضربه او يهزمه ويهده. فوقائع زي اللي حصلت مؤخرا وحجم الفساد في مصر ونبتدي منين؟ ازاي حضرتك مهتم بالملف ده او المحور الاهم اللي لازم نركز عليه فيه؟ هو طبعا اولا طبعا كل التحيه والتقدير لدور الرقابه الاداريه، ضربات متلاحقه وقويه حقيقه، ودي كلها نقاط ايجابيه في اطار مكافحه الفساد في مصر. ويمكن اللي كان ليا مداخله تليفونيه مع حضرتك امبارح وانا بشير تاني لمره اخرى ان احد النقاط الفاصله في تفعيل دور الرقابه الاداريه بهذا الشكل كانت انها اصبحت تتبع رئيس الجمهوريه، وهي فعليا الموضوع ده ما قاله في خلال مده الشهر تقريبا اللي فات بعد ما تم اقرار القانون، لكن هو فعليا السيد رئيس الجمهوريه اختصر المسافه، وعلى بال ما كانوا بيعملوا هم مقترح قانون تعديل او تعديل القانون لهيئه الرقابه الاداريه واصدار القانون الجديد، السيد رئيس الجمهوريه بقى بيطلب مباشره السيد رئيس هيئه الرقابه الاداريه للعرض عليه بشكل مباشر. الكلام ده بقاله في حدود السنه دلوقتي، واحنا شايفين ان الضربات المتلاحقه منذ بدء العرض المباشر على رئيس الجمهوريه، ده مش معناه في مشكله بالنسبه للرئيس رئيس الوزراء، ولكن الاستقلاليه في هذا الامر امر مهم للغايه، وده يتمشى مع اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد اللي اقرتها مصر هنا سنه 2005. الاستقلاليه بتدي فرصه للرقابه انها بتكيف التهمة ومتابعة مع الأشخاص المعنيين، بيعرض على السيد رئيس الجمهورية مباشرة. كان قبل كده قانون الرقابة بيقيدها ما كانش يقدر في بعض الأحيان أنه يحول موظف بدرجة المدير العام يحوله للنيابة إلا بعد ما يرجع للوزير بتاعه، وفي كثير من الأمور كان الوزراء بيرفضوا ويقولوا لا ده مش مظبوط، ويخشوا في جدال وفي الآخر القضية بتموت. وكان برضو هناك كثير من المشاكل في أنه بيعرض على رئيس وزراء في عصور سابقة ورئيس الوزراء نفسه خاضع لمراقبة الرقابة الإدارية، فكيف تجعل الشخص القاضي لهذه الرقابة أنه هو بنفسه اللي هو بيبقى خصمه وحكم ومعاه فريق عمل موجود معاه، ممكن يبقوا وزراء ممكن يبقوا أطراف مختلفة، فبالتالي بيقدر يقفل على اللي هو عايزه وبيفتح على اللي هو عايزه، وده في حد ذاته مش مظبوط. ويمكن تاريخ الرقابة الإدارية كان في بدايته في عصر الرئيس السادات كانت بتعرض مباشرة على رئيس الجمهورية، ثم بعد إلغاء الرقابة الإدارية أصبح رجعت مرة أخرى في عهد الرئيس مبارك، وكان القانون اللي بينظم أعمالها بأنها تعرض على رئيس الوزراء فقط لا غير. الطفرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة إن بيدي حرية أكبر للرقابة الإدارية ومساندة أكتر من القيادة السياسية، لأن برضو أحد المقاومات الأساسية في استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي شرفت أن يكون أحد واضعي محدداتها العامة في مصر هنا مع كثير من الخبراء من الرقابة الإدارية وخارج الرقابة الإدارية، الرؤية العامة اللي احنا اتحطت في البداية بأن هناك دائما مشكلة في العرض المباشر على رئيس الجمهورية، وفي نفس التوقيت بأن عملية دفع آلية مكافحة الفساد لا تتأتى إلا من خلال إرادة سياسية.